شايف مبادئ النادي الاهلي ازاي؟ ازاي فما كما قلت لك فما ثوابت، فما قواعد لازم تمشي عليهم في النادي الاهلي. فما حاجات مثلا انا اعطيك مثل انه في السوبر الاخراني اللي خسرناه كان فما شويه مشاكل بعد المقابله، هذا اللي كان النادي الاهلي رافضه انه احنا ننتصروا ولا نخسروا لقب ما نعملوش الفرحه ولا المشاكل اللي تحصل. خذينا دوري، متعودين ناخذوا دوري، متعودين ناخذوا كاس، متعودين ناخذوا سوبر، ناخذوا الكاس ندخلوا للغرفه نتاعنا نحتفلوا في الغرفه نتاعنا. ده حاجه من الحاجات اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش لازم تستسلم، يعني طول ما انت داخل على حاجه لازم تاخدها، دي البطوله بتاعتك، عندك الاصرار والعزيمه، اصرار وعزيمه، ولازم تحط في دماغك الدوري ده او البطوله الافريقيه او كاس بتاع النادي الاهلي. احنا مش داخلين نشارك وخلاص. طيب وانت بتتكلم عن الاصرار والعزيمه، وعايز برضو اتكلم عن نقطه الدوري السنه اللي فاتت، دوري الموسم السابق، دوري مهم جدا، وعلي معلول يعني ساهم بشكل كبير في حسم البطوله دي. علي معلول ما شاء الله كان ليه اهداف حاسمه، بالرغم برضو بنقول انك انت بتلعب باك، لكن علي معلول يعني كان هداف الفريق برصيد 8 اهداف، كمان على مستوى صناعه الاهداف ما شاء الله صنعت حوالي 7 أو 8 اهداف. عايز اذكرك بمباراه الاتحاد السكندري، الاتحاد الثواني الاخيره، عايز افكرك بمباراه طلاع الجيش، طلاع الجيش ضيعت جربه. عايزين نتكلم في المنطقه دي كتير. لا هو الدوري السنه اللي فاتت كان يعني متقلب، يعني كنا في مقابلات كان نخسر نقطه نبعدوا على الدوري، لكن اللي خلى عليه معلول يتالق مش مجامله، ولا اللي كان خلى عليه معلول يتالق هو المجموعه كلها. يعني مجموعه كنا عندنا ثقه في بعضنا، الناس كل نساعدوا في بعضنا، مش مهم شكون يسجل ولا شكون يعطي اسيست، اهم حاجه هي نحن لازم ننتصر، لازم نكسب الفريق النادي الاهلي هو الفريق. يعني سبحان الله كان معايا رمضان، يعني من اللاعبين اللي ممتازين اللي لعبت معاهم في المسيره نتاعي. كنا كل مقابله انا ورمضان نقول لازم احنا شيء، يعني الناحيه اليسار نتاعنا لازم تشتغل، لازم نعمل جون، اقل حاجه لازم نعمل جون، لازم يبقى لي بصمه، لازم نشيل الفرقه، لازم نعمل، لازم يعني اللي خلاني انا نخرج الامكانيات نتاعي. يعني رمضان ما كملش معايا شهر وشهرين، فتره قصيره، لقيت حصل تفاهم كبير، حصل تفاهم كبير. يعني كنا كل ماتش لازم نعمل البصمه بتاعتنا، فالحمد لله ربنا. ماتش الاتحاد الشوطه اللي جت، يعني طول الماتش احنا يعني علي معلول بيلعب باك ليفت، ايه اللي جاب علي معلول في الحته لا دي؟ لا تمركز يا كابتن. يعني انا باك ليفت مش لازم اقعد هنا على الخط، على الخط مش لازم اقعد على الخط. يعني الوينج بتاعي مثلا نص الملعب اقرب منه عشان لو جات له ابقى انا في ظهره، اقرب منه، فهو سابني ومشي. يعني يا رب نسيني شويه. ف ماتش طلع الجيش برضه ضيعت ضربه جزاء، فخدتها قلت لا، وانا هضيع الدوري على الاهلي. المباراه الصعبه مباراه طلع الجيش، قلت برضه في الثواني الاخيره انا قلت مش هروح من اسكندريه. لا كان ماتش صعب، لكن الحمد لله. يعني الواحد شخصيته والكلام بتاع اللعيبه بيفرق، يعني بيخليك يعني تاخد ثقه في روحك في نفسك. يعني بعد ما ضيعت ضربه الجزاء، لا اللعيبه كلها يلا انت اللي هتكسبنا الماتش، لعيبه النادي الاهلي يلا انت هتكسب الماتش، انت اللي هتجيب الجون. فربنا سبحانه يعني كانت عندنا روح، يعني روح كبيره اللي خلتنا يعني نكسب الماتشات دي. كان عليكم ضغط كبير في البطوله دي، أكيد. يعني كان في ناس كتير بتشكك في قدرات لاعبي النادي الاهلي، بتشكك في النادي الاهلي. انتوا لما كنتوا بتسمعوا الكلام ده ما بينكم بين يعني بينكم ويعني ما بين اللعيبه كلها، كان كلامكم ايه؟ رد فعلكم ايه؟ هو الملعب، الملعب، الملعب. انت عشان يعني لازم لما تكون عاوز يعني ترد على حد في ملعب، اكسب ورد عليه. هو ده كان شعار بتاع اللعيبه بتاع النادي الاهلي، الملعب، هو الملعب. يعني مش هنفكر ان احنا نتكلم، ما فماش مره، ما فماش مره لاعب من النادي الاهلي طلع اتكلم في تلفزه في تلفزيون ولا ما حصلش فعلا، ما فيش. كنا قافلين على بعضنا البعض وخلاص، خلص. وقتها كمان كنا بنقول للكابتن سيد عايزين لعيبه النادي الاهلي، لا اللعيبه مركزه، مركزه، قافلين، كان عندنا هدف، كان في تركيز عالي في الفتره دي. ولو فاكر يعني ماتش سان داونز العوده اللي هنا اللي كسبناها 1-0، يعني الناس جت 60,000 ولا الناس كلها الدوري يا اهلي، لعيبه الاهلي بالرغم، فده وعد خدناه ان احنا ناخد الدوري.
لازم نكسب الدوري. يعني عايزين تصالحوا جمهور النادي الاهلي السنه دي. لازم يعني اثنين افريقيا، تخسر اثنين افريقيا تطلع من البطوله العربيه. طيب عايز افكرك باللحظه